الخيوط لسه ما وصلت؟ ما اتصلوا ما هيك؟ لا ما حدا اتصل. الو، انا جميله كارجي، الخيوط لسه ما وصلت، هيك بتوعدوا وما بتوفوا؟ والله ما بتصدقي اللي صار يا جميله خانم. انا خليتهم يحملوا البضاعه والكاميون طلع، بس في عصابه قطعت الطريق ورفعوا السلاح بوش الشوفير وقوصوا على الدواليب لحتى ما يقدر يتحرك. شو؟ وهددوا الشوفير كمان. والله المسكين رح يموت من رعبته. طيب عملوا شي بالبضاعه على علمك؟ ما عملوا شي، بس انا بدي اياهم لهدول الخيوط. ليكي جميله خانم، مبين انه المشاكل ملحقة حضرتك، انا ما فيني ابعت لك كميون تاني. اذا بعته بخاف انه يحرقوه هالمرة، هالجماعة ما عندهم مزح. اسمعني منيح، اي شي بصير للكميون انا رح كون المسؤولة. لا تخاف، بشتري لك كميون جديد. انا خلال كم ساعة رح كون عندكم، وانا اللي رح استلم الخيوط، وانا رح جيبهم على المشغل، عم تفهم؟ وكيف رح يصير هذا الشي؟ انت ما دخلك بالباقي. مثل ما بدك، بس إذا صار شي للكاميون بدي واحد جديد بداله، اتفقنا؟ اتفقنا، أنت لا تأكل هم. ألو كريم، عرفتني؟ أنا جميلة، تعال عندي على المشغل، بدي إياك تاخذني مشوار مهم، عجل. لوين جميلة خانم؟ راح أجيب كميون الخيوط. الو، هذا انا. بضاعه جميله خانم رح يحملوها على كميون تاني، ديروا بالكم. علي وين رايح؟ رايح اتمشى، لازمني هوا نظيف. جميلة، أنت منيحة؟ صاير شي؟ مو صاير شي، روح من هون الله يخليك. معلمة جميلة، أكرم تاتلي أغلو اتصل، قال خبروها لجميلة خليها تترك هالعنان، نفذي اللي طلبته منها، قال عنده خبر بالكميون التاني. فكرها سايبة هالكلب، رح نتواجه، رجعي على شغلك. وأنت وينك لهلأ كريم؟